أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال الإماراتي المميز الأستاذ محمد سالم العلي من مؤسسة سيل للحلول الذكية. أهلا أستاذ محمد. حياك الله. بداية مرحب فيك من برنامج رواد الأعمال، ونتمنى منك بالبداية تعرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عنك وعن بداياتك. اسمي محمد سالم العلي، خريج إدارة بكلية دبي للطيران 98. انضميت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة 7 سنوات، ثم انتقلت إلى المنطقة الحرة في مطار دبي. بعد ذلك أسست شركة للخدمات الحكومية وعملت في شركة IT، ثم اشتغلت في شركة تأمين. وقبل سنة ونص طبعا تفرغت تماما في العمل الخاص وانشأت سهيل الحلول الذكية. أستاذ محمد، ممكن تخبرنا ما هي سهيل وكيف ساهمت سهيل بحل المشاكل التقنية؟ سهيل باختصار أعرفها كشركة ابتكار تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستشارات والتدريب وإدارة المشاريع. أي عميل نتعامل معاه نحاول أن نوجد له حل للمشكلة اللي تواجهه، سواء كانت تقنية أو إدارية. وعندنا فريق عمل من كفاءات عندها خبرة كبيرة في مجال التطوير الإداري، سواء كانت جهات هذه حكومية أو جهات خاصة. بالنسبة للحلول اللي تقدمها سهيل لعملائها، هي عادة تبدأ بالاستشارات ومن ثم التدريب، وأخيرا تقديم الحلول سواء تقنية أو إدارة المشاريع اللي تحتاجها الجهات اللي نتعامل معها. أستاذ محمد، في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات والمنافسة اللي تميزت بها إمارة دبي، كيف تميزت وكيف تميزت سهيل بتقديم خدماتها؟ نحن تميزنا طبعا من خلال ما يسمى بالR&D، دائما نبحث عن أفكار جديدة، نشوف احتياجات السوق والعملاء، وبناء عليه نقوم بإعداد دراسات من خلال خبراء متخصصين. في عام 2023 واكبنا توجه الدولة وتبنيها للاستدامة كعام بإصدار كتاب سميناه الاستدامة برؤية إماراتية. وخلال رحلة البحث هذه والكتاب التقينا بكثير من الكفاءات المتخصصة في الاستدامة بمختلف مجالاتها وأنواعها، وابتكرنا كثير من الحلول التي توجهنا بها الكثير من العملاء، وقدمنا لهم أفكار جديدة تساعد في تطوير خدماتهم ومنتجاتهم. أستاذ محمد، بعد النجاح الرائع اللي حققته في سهيل، كيف ردت الدين سهيل لدولة الإمارات على دعمها وعلى التشجيع اللي تلقته خلال السنوات السابقة؟ طبعاً أي مؤسسة لازم يكون في لها مبادرات تخدم المجتمع المحلي، مبادرات تبدي مسؤوليتها المجتمعية من خلالها. ونحن في سهيل قمنا بإطلاق وإنشاء مكتبة باسم مكتبة سالم، من خلالها خصصنا قاعة مع مدرب يقدم برامج في البرمجة وعلوم الحاسوب للأفراد المهتمين بتطوير أنفسهم، وهذا طبعا بدون مقابل. كما تقدم مكتبة سالم قاعتها لأي مدرب يحب أن يعطي من خبراته ومعارفه للمجتمع المحلي. بالنهاية أستاذ محمد، ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات ولحكومة دولة الإمارات على دعمها وعلى الأمن والأمان اللي قدمته لك؟ طبعا رسالتي اللي أوجهها هي رسالة شكر لقيادة دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات على هذه البيئة الرائعة لرواد الأعمال، واللي تساعد على تحفيز الجميع لتقديم أفضل الأفكار التي تدعم وتعزز تنافسية دولة الإمارات بين دول العالم. بالنهاية، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع سهيل الحلول الذكية ومكتبة سالم محمد؟ طبعا الوصول لسهيل بسيط جدا، من خلال التواصل عبر الموقع الإلكتروني وأرقام الهواتف المسجلة. وأختتم هذا اللقاء بتوجيه رسالة لجميع الطلبة في دولة الإمارات للانضمام إلى فريق سهيل لاكتساب الخبرة العملية، أوكي، من خلال برنامج الطلبة اللي أطلقناه قبل شهر.
بالنهاية بنتشكرك أستاذ محمد على تواجدك معنا في برنامج رواد الأعمال، وبنشكر جميع مساهماتك في مجال الاستدامة، ونتمنى لك دائم التوفيق والنجاح. شكرا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.